أنجزت الملاكات الهندسية في مشروع مجاري القادسية شمالية تكريت نسبة تصل إلى 70% من الأعمال. وأوضح مسؤول المشروع أنه تم مد خطوط تصريف مياه الأمطار من المحطة الرئيسية إلى شارع الجراج، كما تم إكمال 90% من الخط الناقل، والأعمال مستمرة بدعم مباشر من حكومة محافظة صلاح الدين. كمشروع مجاري صلاح الدين الخط الناقل من المحطة الرئيسية إلى شارع الجراج تم المباشرة بهذا المشروع من قبل شهرين. الإنجاز المشروع حوالي 90%، إن شاء الله اليوم أو غد يكمل المشروع. هذا المشروع هو خدمي لأصحاب المحلات خاصة، لأن مياه الأمطار تترسب في الشارع. إن شاء الله هذا المشروع راح يخدمهم بصورة جيدة جدا، وإن شاء الله يعني ما تترسب الأمطار بعد بهاي المنطقة خصوصا. وإن شاء الله هذا المشروع القادسية ككل تمت الإنجاز منه حوالي 70%. إن شاء الله بالأشهر القادمة سوف يعني إن شاء الله المشروع راح ينجز بصورة جيدة جدا. ومثل انتم ما تشوفون ان الشغل مستمر والحمد لله، وان شاء الله المحافظه داعمه لنا. مو زين وطيانه ومطر وما نقدر لا نعبر ولا شيء. هسه اتمنى الخير وحفتوا لنا المشروع، المي ما يضال وتباليط وفرونا وامور حسيت زينه من المي والمطر، وان شاء الله وفرونا هذا المشروع والحين خلصونه. بالنسبه للمشروع مال المجاري هذا المفروض راسا ورا ما يكملوا يبلطوه، لان اذا ما بلطتوا الدوله ما بي فايده. والله كل سنه الا نحط له سبيس او حصو نفرش من يعني على حسابنا، احنا للمحلات نجمع بيناتنا. فحاليا اكو هي مجاري قديمه بس الشارع ما مبلط، بس هذا البوري الجديد ما اعرف يعني هم مال امطار النوب ما اعرف يعني.